كما أكدت شركة داليا كيوس رغم حدثة نشأتها إلا أنها لقيت رواجا كبيرا في السوق الجزائرية، وأن مشاركتها بهذا المعرض تهدف إلى عقد شراكات أوسع من أجل دخول الأسواق الدولية. طبعا هذه يعني للمعرض الدولي دخلنا بها بمنتوجات جديدة للسوق، وهي لابارتي شامبو، دخلنا بالشامبو اكسيتير. شركة داليا كوس هدية هي وليدة لشركة وافا، يعني شركة رائدة في مجال تحويل الورق، والشركة هذه النشأة ديالها عندها 4 سنوات، يعني من 2004 وهي راهي تكزيسي سور لو مارشي. كانوا عندنا دو برودوي افون دخلنا بهم، سي بيان لو سيروم إلى بودر دي بيلاطوار. في الطبعة هادية دخلنا بالشامبو ولا بري شامبو افيك 5 بارفان، ونستهدف ان شاء الله في الايام القادمة راح يكون عندنا لارج غام اللي راح تشمل، يكون عندنا شامبو سونسيل فايت اكزاكتومون لي كريم بور لابو اكسيتيرا، ويكون عندنا ايفيدامون يكون عندنا لو جيل دوش. هادو هما الاهداف تاع الشركة في المستقبل القريب ان شاء الله. ومن الطبعة هادية يعني الهدف الاسمى والاساسي اللي دخلنا به لهاد الطبعة هي اننا نستهدف الاسواق الخارجية، يعني باش نكونوا نغزيو الاسواق الافريقيه اولا، وبعدها نروحوا الاسواق العالميه الى كتب ربي وفقنا الله عز وجل.